كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. عدد كبير جدا من الحضور المميز، ودي اللقطه اللي بنتكلم مع حضراتكم فيها. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والسيد العام لفاروق، محمد سراج الدين طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي واحد الاعضاء اللي بيقوموا بمجهود كبير. وفي الحقيقه كل اعضاء النادي الاهلي كل واحد ليه دور وليه ملفات بيقدر ان هو يركز فيها وينجزها لصالح القلعه الحمراء. الكابتن محمود الخطيب قدامنا على الصوره وهو المتواجد، وهو اللي اكيد هيكرم بنفسه كل ابطالنا، والواحد مبسوط في الحقيقه من خلال هذه الصوره. خلينا نعيش مع الصوره شويه يا جماعه.